أهلا بكم. نفذ على مصر حلقتنا مستمرة وفيها السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، هل نجح في تحقيق ما أراد أم أن السحر انقلب على السحر؟ السيد رئيس الجمعية العامة، السيدات والسادة، في الوقت الذي وقف فيه قائد انقلابي يوليو عبد الفتاح السيسي في الأمم المتحدة في الجمعية العمومية 70 للمنظمة الأممية يتحدث عن حربه على الإرهاب المزعوم، كانت سجون القاهرة على موعد مع ضحية جديدة، عماد الدين حسن، والذي راح ضحية جراء التعنت في علاجه وإهماله طبيا لشهور، مما يبرهن مساعي الرجل الحثيثة نحو اعتقال خصومه وقتلهم. لم يتوقف الرجل عن تصريحاته الغريبة، بل إنه تمادى إلى أكثر من ذلك حينما أعلن رغبته في توسيع اتفاقية كامب ديفيد لتشمل دولاً عربية أخرى مع إسرائيل، وهو ما قوبل في تل أبيب بترحيب شديد من جانب بنيامين نتنياهو. قلت إن إحنا لو محتاجين نعدلها هنعدلها وهم هيتفهموا ذلك. تصريحات الرجل تعيد إلى الأذهان كلامه حينما كان مرشحاً للانتخابات الرئاسية، حينما قال قائن متلفز إن وجود القوات المصرية في المنطقة باء وجيم يصب في مصلحة إسرائيل جنباً إلى جنب مع سيناء. القضية الفلسطينية لم تغب عن لقاءات السيسي على هامش الاجتماع الأممي، فالرجل قالها صراحةً إن إغراق الأنفاق مع قطاع غزة كان بتنسيق كامل بينه وبين السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي، كل على حد سواء. فالرجل يرى أن قطاع غزة هو الخطر على سيناء وليس العدو الصهيوني. وكنت أجيب مشاريع وخرائط، مرة نقول نحط مي نردم بالمي، مرة بسياج حديدي أو صلب أو كذا، ما تزبط معنا. بقيت الإشارة إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي انشغلت في ظل جهاد الرجل حول الإرهاب بصورة سيلفي لشخصها لتبرهن على شكل القاهرة الجديد في ظل حكم الانقلاب، وأن النظام لا يعنيه أكثر من مظهره أمام الغرب ليس إلا. أهلا بكم. بيان من الرئاسة المصرية ما بعد هذا الانقلاب العسكري تحدث فيها السيسي، وفقا لما جاء في هذا البيان أن الإجراءات التي تتخذها مصر من أجل تأمين حدودها الشرقية تتم بتنسيق كامل مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية في رام الله على حد سواء، وكلاهما موافق عليها دون تحفظات. دعوني أرحب بضيفي معي عبر الهاتف من غزة المتحدث باسم حركة حماس السيد مشير المصري. سيد مشير، السلام عليكم. سيد مشير، السلام عليكم. وبركاته. اهلا بك، ودعني اخذ منك تعليق على ما قاله عبد الفتاح السيسي في هذا البيان. الاجراءات في اغراق الانفاق تمت بالتنسيق مع الكيان الصهيوني ومع السلطة الفلسطينية في رام الله، وكلا الطرفين على رضا تام وموافقة تامة ومباركة لما يحدث. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناتكم ولجميع المشاهدين. شكرا. وثانيا لا تحية لمن يحاصر الشعب الفلسطيني، ولا تحية لمن يتواطأ على شعبنا، ولمن يستهدف رأس المقاومة، ولمن يتفاوق مع العدو الصهيوني في تزيد الخناق والحصار ومحاربة شعبنا في قوت يومه وحليب أطفاله ودواء مرضاه. أعتقد أن مثل هذه التصريحات هي تصريحات مؤسفة، تشكل خدمة مجانية للعدو الصهيوني، وهي للأسف ليست تصريحات بقدر ما هي مواقف ترجمت عمليا على أرض الواقع من خلال تزيد الخناق والحصار على شعبنا. كان الأولى بمصر بحكم قيم العروبة ومبادئ الإسلام من ذي قبل، وبحكم الجوار الجغرافي والتاريخ الذي يربط فلسطين بمصر، أن تعمل على إنهاء الحصار المفروض على شعب فلسطين، وأن تفتح معبر رفح ولمرة واحدة دون إغلاق، لا أن تحارب الشعب الفلسطيني فيما تبقى من مقاومات الحياة، ثم أن يكون ذلك بالتنسيق مع عباس. هذا دليل على فصول المؤامرة الإقليمية والدولية التي عباس هو جزء من صناعة هذه المؤامرة، بل من قيادة هذه المؤامرة ضد الشعب الفلسطيني. نعم. وبات مفهوما أن المراد من وراء هذه المؤامرة هو رأس المقاومة الفلسطينية. بدل أن يتعاونوا على البر والتقوى
يتعاونون على الإثم والعدوان. ليتهم تعاونوا على إنهاء الحصار عن شعبنا، ليتهم تعاونوا على إعادة أعمار قطاع غزة المدمرة وأعمار مساجدها ومدارسها. ليتهم تعاونوا على مواجهة العدو الصهيوني في فلسطين وإجرامه وتهويده بالمسجد الأقصى وابتلاعه الأرض بالاستيطان. أي عار يلف هؤلاء الذين يحاصرون شعبنا الفلسطيني ويتفاوقون مع العدو الصهيوني؟ لكن نحن مطمئنون ولا يحيق المكر السيء إلا طيب. بإحنا سيد مشير، عندما تستمع إلى عبد الفتاح السيسي في حواره مع الأسوشيتد بريس وهو يطالب بعض الدول العربية بالمشاركة في اتفاقية كامب ديفيد، وعندما يلتقي مع محمود عباس أيضا ويكون الحديث حول التنسيق الأمني لحماية الأمن القومي المصري الفلسطيني الإسرائيلي ضد الإرهابيين والساعين لإحداث هزة بعلاقات الدول الثلاثة الجيران، يعني أنا أعتقد أخي الكريم أن مسيرة التسوية والمفاوضات وخيار السلام لم يعد يؤمن به أحد إلا أصحاب المصالح وإلا أصحاب الأنبجة وإلا من يسعون إلى تكريس حكمهم وتثبيت كراسيهم ولو كان ذلك على رقاب الشعوب. وهذا بالتأكيد دليل على أن ما يصنعه عباس ومن هم في شاكلة عباس إنما يقدمون ولاء الطاعة للعدو الصهيوني ليبقيهم على كراسيهم وعلى مواقعهم المغتصبة للسلطة رغم أنف الشعب الفلسطيني ورغم أنف الشعوب المنطقة. وبالتالي أنا أعتقد أن هذا عار وشنار سيلف أصحابه والتاريخ لن يرحم. نعم. والشعوب لن تخسر. شكرك، شكرا جزيلا مشير المصري المتحدث باسم حركة حماس كان معنا عبر الهاتف.